يا هلا وغلا بالناس الحلوة، شنو أحوالكم البنات؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. توحشتكم برشا برشا، رجعت في فيديو جديد. الغالب البريود هذه معكم تعرفوا امتحانات. الحقيقة ما نتفرغش برشا لليوتيوب، نتلهى بوسيم الساعة ونعديه امتحاناتنا، وهو كان نحاول إني ما نبطش عليكم في تهبيط الفيديوهات. اليوم فيديو باش يكون هكذا دحا في المحليه، امتنوش فيه برشا حاجات بنينة باش نشوفوها مع بعضنا. دونك دخلت الكوجينة من أول نهار، وسيم مشى للمكتب يقرا صباحيه كامله، فقلت علاش لا، خليني نستغل نصور لكم هكا شويه روساتات ونعديو قيد هكا مع بعضنا. دونك اليوم طقس بارد الساعه برشا برشا، البريود هذه الكل الحقيقه ربي يعطينا الطاقه باش نتحملوا، اما ديما يقعد خير برشا من الصيف. فكيما شفتوا لهنا حبيت نعمل كيش نتاع شامبينيون والسبناخ. دونك اول حاجه شامبينيون نغسلو انا، راه فما شكون يقول اللي شامبينيون ما يتغسلش، لكن انا راني نغسلو، خاصه كي يبدا مقطع هكا سوري سرطان باش تلقاو فيه غبره واحد. دونك ما في شويه قطرات معناتها خل، نحطوا كميه الشامبينيون اللي احنا حاشتنا بها، والباقي نلفوه ونرجعوه للفريجيدير عادي، نستقطروه ونحطوه في الصحيفه لو طون اللي باش يجي الوقت نتاعو ونحضر الكيش. هذوما المكونات الكل سهله على الاخر، جربوها راهي بنينه بنينه بنينه. تنجموا تعوضوا الشامبينيون بالبروكلو، البروكلو يكون مصموط والا مفور ومقطع جويد. دونك الوصفه هذه راهي بن مش عاديه، نعملها بالشامبينيون والا البروكلو. هاني قلت لكم شنو البديل، انا ساعات نعمل هك ونعمل هك. بالنسبه للبات، شديت البول وقست بكاس، نفس الكاس هو نقيس به كيلا ماء وكيلا زيت نباتي، نحطهم في كل صحيفه ونزيد عليهم رشه ملح، رشه خميره نتاع خبز، والفرينة ما نستحق حتى لوين تتلم وتولي لي بات كيف هكايا. راهي في ساعة ما تتلم وما تستحقش عجنان، وخليوها ترتاح تخمر شوية، كي تعاودوا هكا تلملموها تولي بات قولش عليها معلوكة ما شاء الله، ما انتصرت لكم برشا وانتم تعجنوا فيها. اونتغو طون حضرت البات، شديت القلاية ذبلت فيها شوية بصل وشوية ثوم على جنب، ومن بعد مشيت حليت البات كيما قاعدين تشوفوا فيها، راهي فيسع فيسع. وقت نشوف البصل نتاعي ذبل هو وكثوم، نرمي السبناخ ونرمي الشامبينيون، نزيد ملفحات، رشة ملح، رشة فلفل أكحل، رشة كركم زيدة، ونقعدوا نخلطوا حتى لوين تذبل المكونات هذيك الكل. الحشو من بعد نحطه في بول ونحط عليه حكر ريغوتا وحوير عظم، معناتها 4 كعبات عظم، والبات حطيناها في الطبق نتاعها. توا باش نخلطوا المكونات الكل ونصبوها فوق البات هذيك، وما نحكي لكم شراه بالله، خاصه البات راهي اقتصاديه وما فيها حتى شيء، من اسهل ما فما، جربوها وعلى ضمانتي. واللمسه الاخيره اكيد رشه هكا جفن كيما نعرف هنا موزاريلا. الفرن تاعنا لازم يكون سخون على درجه 160، هوني قعدت نستنى فيه يسخن. ندخلوها على نار فوق اللوطه درج وسط بالطبيعه، تاخذ 20 دقيقه حتى لين تحمر وتخرج بالبنه هذيا. عملت معها شوربه عدس بامل دو فوار، بارتاجيها معاكم الوصفه نتاعها في القناه. دونك هذاك علاش ما ركزتش في السوق العدس، باش نصب صحيفه باش نوريكم فطورنا اليوم فيها البرد بنه بنه بنه. على فكره الفيديو هذا راه مصور صار له برشا مثال، ربي نعمل له المونتاج. الله غالب ماكم تعرفوا كيما قلت لكم امتحانات. وعندي البروسكات شيبس هذوما ياسر ما بينهم مع السوب، نحط قديمات من فوق مع هكا رشه تحبوا نعناع شايح، ولا تحبوا تعملوا رشه هروس مع ورقتين هكا حبق كيما نعرفين، نودكم ومشاهيكم. جربوا الباتا، وعلى فكره راهي البات ما تستحقش يعني انكم تخمروها، ايدو في تخو تعجنوها ديريكت تطيبوها، والحشو اهو كشفتوا على عينيكم سهله على الاخر وبنه بنه بنه، نودكم ومشاهيكم. وما تحلى قاعدة الشتاء كان بحوايجها أحلو على كيف كيفكم، فحبيت نعمل خبزة هواية سهلة على الأخر. دونك قطرت القهوة هوني اللي مش نغطس فيها كعيبات البسكويت، دونك حضرت على جنب المكونات اللي نستحقها الكل. تو نبرتاجي معاكم الليان في صندوق الوصف، الوصفة متاع خبزة الهواية، على خاطر في الفيديو هذا ما ركزتش عليها برشا، جست وريت لكم المونتاج متاع خبزة الهواية، سينو راي الوصفة مع الشرح الكامل والمفصل تو نحطولكم في تعليق مثبت
الشات مع اهبطوا اللوطه للتعليقات تلقاوها ايبانغلي، سينو تلقاوها في صندوق الوصف والا خانه المعلومات نتاع اللي موجوده تحت الفيديو. دونك الطبقه الاولى عملت حضرت النساء قبل كل شيء نعملها في القالب هذيه باش تجي هكا طويله ياسر بنينه تعجبني، كل مره نبدع فيها حاسيل وانا خبزه لهوي كل مره نبدل لها الشكل نتاعها. نغطوا البسكويتات نتاعنا في القهوه، اخترتوني بسكوي سيدة العادي جو فانيليا وجو كاكاو باش تعطيني طبقات مزيانه، وهذيك الكريم اللي حضرناها زاده بجو الكافي نودكم ومشاهيكم سهله برشا نبني طبقات. والكريمه ما قلت لكم تو نحط لكم الليام تاع الوصفه جربوها راهي بنينه بنينه مش عاديه. اخر طبقه كملتها بالبسكويت هذايا بالكاكاو، وكان لاحظتوا البنات حطيت البابي فيلم في قاعة طبق قبل ما نبني الطبقات باش من بعد كيف نقلبها ما تلصقليش وتعبني، واهو كنكمل نغطيها ونخليها قد ما تبرد ديما باقي به ساعة ساعتين اللي تحبوا انتوما، المهم تجمد وتشد بلاصتها. وتوا باش نمشي نعمل تبخيره للدار على خاطر انا ديما ايدي فيها ما ديما هكا ننظف ونمسح حاسيلو ديما تقعد نظيفه، فتلقاني نتفنن في الكوجينه نعمل لها تبخيره وهكيك يبدا بالي مرتاح، وخاصه كي يبدا ولدي في المدرسه نحاول الوقت الكل اللي يبدا هو في المدرسه نقضي الدنيا الكل، وقت يجي نبدا فاضيه ونتلهي بيه وان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا الكل تبخيره. ومن بعد نتعدي ونشوفوا الكيكه نتاعنا هذه بعد ساعتين حطيتها في الفريجوره هو مش في الفريجيدير اللوطه جست باش تشد روحها ونكمل نصور، اما احنا من بعد خليناها تسخن هكا شويه وكليناها وهي دافيه محليها. دونك لهنا في ساعه ما تقلبت لي ونحينا البابي فيلم وهذايا شكلها شوفوا مزينها شده روحها وهيك الكريمه راهي معلمه بنها فوحه فوحه مش عاديه، جربوها باش تعجبكم على الاخر. وتنجم تكون كيكه تعملوها لراس العامره هو عادي معناتها مش بالضروره جينواز وكريم، هذه خفيفه وتتاكل على الشبع وسهله وما تاخذش وقت ماهيش مكلفه، معناتها تنجموا تتحكموا في الكريمه كيفاش انتم تحبوها. ولهنا حبيت نزينها بشوكولا غناج، دونك ذوبت شويه شوكولاته 200 غرام على 50 غرام كريم ليكيد، دونك في الميكرويف ولا في حمام مائي ذوبوا الشوكولاته نتاعكم وتزينوا الجناب. ومن فوق انا يعني تفننت انتم تفننوا زيده كيف ما تحبوا، الزينه اللي عندكم متوفره زينوا بها. انا حليت 3 كعبات فيريرو حطيتها من فوق، عندي هوني بونبون كيندر زيده كيف كيف حطيتها، وبما انه هي بالجو نتاع القهوه حبيتها كنحطها نزيد لها معناتها كعيبات قهوه نطيشها من فوقها جست باش يعطيو بنه ومنظر. نخليكم مع البنه هذه وشوفوا من بعد الديكوب واحكموا واعطوني رايكم. شفتوا الزين شفتوا البنة، انا هاني شجعتكم والباقي عليكم. توا باش نتعداو بما انه مازال عندي وقت فراغ عندي هذيا نحط فيها كعيبه شمع تقعد تشعل تكسرت لي تشويت عليها الحقيقه عزيزه عليا ما نجمتش اني نطيشها، قلت خليني نكمصلها ونشوف لها فكره معناتها نعملها اعاده تدوير ولا يعني، خاصه انه انا نحب البريكولاج برشا ونعمل لي دي اي واي هذوما يعجبوني برشا ونعمل عليهم كيف، فقلت علاش لا يعني خليني نعاود نستغلها كان صلحت اوكي سافا كان ما جات حتى شيء نطيشها وكا وزيد معناتها. فشديت اوراق هذوما عندي من قبل نحيت من هيك العرف حطيت السبراي الدوري تلقاوه في الكانكيري كيف كيف هذايا البيستولي اون سيليكون زاد كيف كيف تلقاوه في الكانكيري ياسر نستحقه خاصه في التلصيق خليته يسخن باش يلصق مليح،
فاول خطوه باش نمشي ناخذ هكا العريفات باش نحطهم على بابيي هكا البرة بالطبيعه ما نصبغوش لداخل خاطر تتهلك الدنيا. فديما نختاروا سباسو فيغ هكا كبير نحطوا نفرشوا اي ورق جريده اللي هو نحطوا العرف اللي باش نصبغوه نخذوها مليح مليح سبراي هذيك دونك ونفشفشوا حتى لوين تتصبغ. هو البلاستيك راه فيه ساعة ما يشيح معناتها ميم با ما خذوش مني درجين معناتها شيحت الصبغه اللي حطيتها الكل شيحت. دونك لهنا صبغت الجهه الاولى من بعد نقلبوها ونصبو الجهه الثانيه وكيما قلت لكم ميم با في الهواء وفي الشميسه 10 دقائق اللي هما شيحوا معناتها ما بطاوش جمله باش ندخل بهم الكوجينه ونكمل البريكولاج نتاعي. انا شنو حبيت نعمل دونك شديت العريفات هذوكم باش نحاول نلصقهم على الدايره نتاع الكاس. لهنا ردوا بالنا الكاس نتاعنا راهو مكسر دونك اذا كان انتم عندكم نفس الفكره مثلا عجبتكم وتحبوا تجربوها مع كاس مكسر كيف ما عملت انا دونك نردوا بالنا ما نخليوش الصغيرات يقربوا اكيد ونبداو نلصقوا بالسيليكون. راهو سيليكون اكثر حاجه يشد هو سينو راهو تنجموا تاخذوا شارج وتحرقوا بالبريكيه جوست هو يذوب تلصقوا به فهمتوا مش بالضروره تستحقوا معناتها الهيكل للبيستولي حاسيلو. كيما شفتوا هوني اوكا دورت العرف الكل في هيك الكيس ديجا من هوني بدا يعطي منظر. ومن بعد باش نشد هيك الوريده البيضه اللي ريتوها تفرفر الساعه وحدها هذيك باش نقص فيها الزيد هيك العرف معناتها خاطر مش باش يلصق لي في وسط الكيس دونك باش نحاول نقص الزيد هذاك الكل ونكمل اللصقه ونكبس عليها مليح مليح حتى الوين تولي هكا لاصقة في هكا الكويس مع هكا العريفات اللي خارجين من هنا ومن غاد ياسر مزيانين. وهذا هكا يعني حسب حبيت نقرب لكم ولا وتوا لصقها بالسيليكون لجنب الكل حطيت فيهم الكل وهكا قاعدين تشوفوا وان شاء الله توصل لكم واضحة الفكرة. أي شرايكم ماي مزيانة ولا هذه تنجموا تستغلوها زينة فوق طاولة متاع الصالة ولا في عشاء مزيان هكا هكا مثخم شوية ومونتيك حتى نعرفش هنا من لا شيء تعملوا حويجة والله مزيانة وشي. اعطيوني رايكم اكتبولي رايكم في التعليقات حلوة الحقيقة عجبتني الحمد لله تعب ما مشيش مهكك معناتها. هذا هو الروتين متاعنا بالنسبة لليوم واخرتها نمشي عشوية جويرتي عاملة قاعدة بالكينون نودكم ومشهيكم شريبة ما في النحاس كيما قاعدين تشوفوا الحاس الكويس تي يركرك وضريبة بخور من هنا وقهيوة من غد الحاس العشوية كي نبدأ نوياه والله نطيروا في القلق على بعضنا على خاطر كيما شفتوا الدنيا برد الواحد لا ما عنده لا وين يمشي وين يجي. فتناديني الحقيقة كي تعمل هكا بالريت تي وتعرفوا كل القاعدة متاع كل تربين عليها في الصغرى وكل بالحق متاع الأميمة هذيك هي معناتها. وعندها هوني شوية بخور هذوما أول مرة نشوفهم العقيقة اللون الأكحل والأبيض هذية منسيت حتى شنو اسمه أما ريحتهم ياسر 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 بنينة تاخذ عريف وتربي في الكينون وشوف هيك الريحة البنينة اللي مش تشموها والله تو نسألها ونقولها منين جبتو ولا منين شروتو ولا شنو اسمه حاسيلو نعطيكم لي كوردوني الكل. وكهو شربنا كويس التي وتوا باش نمشيو نعملو هيك القهيوة على هيك العقاب متاع الكينون اللي قاعد يشعل دونك نخلينيها تطيب سلة سلة. هي ما تشربش قهوة أنا غرمتها أما هوكا تاخذ فنجان صغير أما أنا تلقاني ما شاء الله معناتها كيس كبير برشا لا غالب مستانسه وما نجمش نحيها القهوه العربي هذه مع العشيه لابد منها وخاصه في الكينون هكا وقاعده عربي وفي هيك الدفا وركشه وضحكه من القلب ييه محلاهجه والله قداش نفرح كي تبدا هكا عامله هي كانون تناديني تذكرني بالصغر متاعنا الكل اللي تربينا عليه. كهو هذا هو الفنجان باش نصبوا فيه القهوه نتاعو شوفوا انا ما شاء الله ما صغروا وشوفوا هي كاسه ما شاء الله ما كبروا دونك هيك الصغرون اللي بديت بيه الاولى هذاك هو كاسه. فوالا هذا هو الفيديو نتاعنا بالنسبه لليوم ان شاء الله يكون عجبكم وتفرهدتوا معايا ونسيتكم شويه استريس نتاع قرايه. ربي ينجح لي وليدي وينجح صغيراتكم الكل يا ربي وغسره وتتعدى ونرتاحوا الناس الكل. هذا يا فنجان قهوه ونخليكم في امان الله ونبوسكم برشا باي باي وسلامه.